صرنا يفكها علينا في وجه شهر رمضان، والحين جاء شهر رمضان نعاني زي كذا. الواحد بده يصوم، بده يعبد ربنا، بده يصلي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا عبر عدسة وتلفزيون الفجر، نحن الآن نقف يعني بأمام أحد المخابز هنا في وسط مدينة رفح. استوقفنا هذا المشهد، بعض الناس ينتظرون وينامون أمام أحد المخابز هنا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة حتى يحصلوا على ربطة خبز. نايم عشان أجيب ربطة خبز لعيالي، بنام من الساعة 5 والله باجي هين لما يخلص المخبز على 7. طبعا زحمة انت عارف، بقدرش الواحد يصوف، وانا بقدرش اقف. هذا باجي من الساعة 5، بضل لا الساعة 7 الصبح، بفتح المخبز باخد ربطة الخبز وبروح. ومعاناة، نقف في الحلابة، معاناة في الحلابة، يعني بيقول الواحد بيجي 3 ساعات، بنقعد من الساعة 5 لـ6 7 واحنا في الحلابة. لما يجينا الدور وناخذ، هي بكتب على يدينا ارقام عشان كل واحد يعرف رقمه، وناخذ ربطة الخبز ونروح. يعني شو من الساعة 5 يعني يا دوب نوصل الدار الساعة 8 9 لما ناخذ ربطة خبز. ربنا يفكها علينا في وجه شهر رمضان، والحين جاء شهر رمضان نعاني زي كذا. الواحد بده يصوم، بده يعبد ربنا، بده يصلي.